صلاة التراويح سنة ويستحب فعلها جماعة، مما يدل على استحبابها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامها في أحاديث كثيرة، وكانت صلاته كما بينت ذلك الروايات أنه كان في المسجد، وما ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نصب له حصير على باب حجرة عائشة رضي الله عنها، فالروايات الأخرى تبين أن ذلك في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا فعل منه لصلاة التراويح في المسجد.